اتخذت الدول احترازات كثيرة لتوقي انتشاره ومحاصرة تأثيره على صحة الناس. من ذلك ما وفق الله تعالى إليه هذه الدولة المباركة من احترازات عديدة، وسجلت بذلك سبقا وتقدما، حاصر هذا المرض وحاصر هذا الفيروس وحد من انتشاره، ونسأل الله أن يتمم ويكلل مساعي دولتنا المباركة وحكومتنا المباركة في محاصرة هذا الداء، وأن ينجح المساعي بوعي الجميع بأهمية الأخذ بهذه التدابير وهذه الاحتياطات.